استقرت الفنانة رانيا يوسف على مسلسلها الجديد اللي هتدخل بيه سباق دراما رمضان السنة اللي جاية، لكنها رفضت انها تكشف عن اي تفاصيل في الوقت الحالي. رانيا بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان الحب والخلاصة، وده هيتعرض اول السنة الجديدة، وبيشارك في بطولته تيم الحسن ومن تأليف سماح الحريري واخراج اكرم فريد.